مرحبا، انا مريم خير الله، سينيور ارتست مع كوزماتكس ميدل ايست. اليوم رح نشوف كيف نستخدم الالوان اللي هي بتجي النيوترال او الناتشرال. في عنا الوان متعدده، بما انه اللوك اليوم نحن عم نعمله هو لوك طبيعي للنهار، منلاقي في عنا الوان مختلفه للنيود. فمنشوف في عنا اللي على بيتش، وفي عنا على بينك، وفي عنا شوي على البراون. عاده كل ما بدنا نطلع اي لون لازم نستخدمه للون بشرتنا، نطلع دائما على لون شفتنا الاساسيه، وعلى اساسها نحن بنختار اللون الليبستيك يلي بناسب بشرتنا. بما انه الموديل تبعيتي هي بلوند، فلح استخدم اللون يلي هو الباك ان فوغ، يلي اقرب شيء على لون شفافه، وكمان بناسب المناسبه اللي هي رايحه عليها. كثير مهم انه قبل ما نستعمل الليكويد مات او اي شيء يكون مات، إننا نستعمل الليب كونديشنر قبل كرمال يرطب لنا شفافنا. فبواسطة البراش منوزع كمية بسيطة على الشفاف، نرجع أي شيء زيادة نشيله بواسطة التيشو. الميزة فيهم للريترو ليكويد مات إنه مش بحاجة أرضنا إنه نستعمل نحنا قلم محدد للشفاف، لأنه البراش تبعيتهم بتجي pointed مثل كأنه على شكل براش يلي بتساعدنا على أنه نحن نرسم الشفاف. ناخد كمية بسيطة وبلش من نص الشفاف بهذه الطريقة، ونعمل دمج مثل ما منشوف أنه اللون أصلاً قوي ومش بحاجة أبداً لا للبستيك أو لحتى للبنسل. ونكمل بهيدي الطريقة، لأنه في عنا الليب كونديشنر قبل، هيدي الشغلة بتساعدني على أنه التقنية تكون أسهل علي ومد الليبستيك يكون أسهل. أما هلأ بيجي دور أنه نحنا نظبط اللاين تبع رسمة الشفاف. باخد البرش، بناخد كمية بسيطة للون، برجع باخد وقتي اني ارسم شفاف. هلا من بعد ما خلصنا شفاف نرجع منشوف اذا في شي منحب نصلحه، او ممكن نستخدم هون الكونسيلر او اللوس باودر كرمال يبين نضيف اكتر.